البوتوكس. السؤال اللي دايما بيجيني استخدام حقن البوتوكس، احنا نعرف ان الجراحين بيستخدموها لتجميل الوجه، ايه علاقة البوتوكس بالشرخ الشرجي؟ موضوعنا النهاردة هو علاقة البوتوكس بالشرخ الشرجي الحديث. احنا بنعمل ايه؟ يا اما ناخد ادوية وكريمات تعمل ارتخاء لعضلات الشرج ونزود الدورة الدموية، يا اما من ضمن الافكار المهمة جدا البوتوكس. البوتوكس فعلا وسيلة من وسائل العلاج، بنستخدمها للشرخ الحاد وليس المزمن، وبنأكد البوتوكس كل دوره انه بيعمل عملية ارتخاء للعضلات. يمكن في الفيديو اللي قدامكم انا هنا كنت موجود في حجرة العمليات ومعايا امبول البوتوكس وبنجهزه علشان فعلا ناويين نستخدمه للعيان. الفيديو اللي قدامنا بيوضح طرق الحق، زي ما حضراتكم شايفين احنا بندخل بتركيبة معينة، عن طريق هذه البوتوكس بنبدأ نعمل حقن في اتجاهات محددة لمنطقة الشرج، يبدأ بعدها يحصل ارتخاء. ايه الهدف؟ الهدف ان الارتخاء بيعمل اندفاع للدورة الدموية، يبدأ العيان يجيب نتيجة فورية. يا جماعة في سؤال، البوتوكس بيقولولنا ان مدته شهرين ثلاثة وتأثيره بيضيع. يا دكتور حقن البوتوكس لتجميل الوجه ممكن يكرر كل شهرين بتتحقن، لكن بالنسبة لنا يا جماعة الموضوع مختلف. انا بحقن الشرخ الشرج لان كل هدفي ان اعمل ارتخاء للعضلة، ولما العضلة يحصل لها ارتخاء الدورة الدموية توصل للشرخ ويبدأ العيان يخف خلال 21 يوم. 21 يوم بيحصل التئام تام للشرخ الشرجي وما بقاش محتاج حقن بوتوكس تاني. شفتوا الموضوع ممكن يكون بسيط ازاي؟ بس استخدام البوتوكس الصح في الحالات الصح، لان لو كان العيان عنده الشرخ المزمن الادوية والبوتوكس النهاردة ما يجيبوش نتيجة. يا جماعة النتيجة تيجي فقط للشروخ الحديثة. اتمنى الرسالة تكون واضحة لصغار الاطباء قبل العيانين كمان، وموضوع البوتوكس اتضح وفسرنا لحضراتكم احنا ما بنستخدموش تاني، وفسرنا لحضراتكم انه ممنوع يستخدم للشرخ المزمن. تخيلوا لو اديته لشرخ مزمن زودت الدورة الدموية، لكن مع الاسف التليفات اللي موجودة في الشرخ ما استجبلوش، يبقى حقنا بلا داعي. نشوفكم الحلقة اللي جاية وازاي نعالج الشرخ المزمن، واوعدكم ان هعرض على حضراتكم عملية كمان اوضح بيها دور الليزر واستئصال الزوائد الجلدية. شكرا لحضراتكم. مركز إينو كلينيك لعلاج أمراض الشرج بالليزر،